بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معالي وزير المواصلات السيد عيسى الكندري، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن نمش النمش، المنسق والممثل المقيم للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد دكتور مبشر رياض شيخ، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الندوة المباركة والتي تحمل عنوان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، والتي تقيمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية الشفافية في الكويت، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يصادف مثل هذا اليوم 9 ديسمبر في كل عام، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وإياكم وبلدنا الحبيب. أيها الحضور الكريم، بترسيخ الديمقراطية وتعزيز العدالة ودعم التعليم وجلب الرخاء، وكذلك بحماية التنمية وتحسين الصحة العامة، بهذه الركائز 6 يستطيع المجتمع بمختلف شرائحه ككتلة واحدة أن يكافح جريمة الفساد. أيها الحضور الكريم، الكلمة الآن لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، معالي وزير المواصلات السيد عيسى الكندري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الفاضل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، السادة أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفوني أن أقف بينكم اليوم ممثلاً عن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي تفضل برعايته تلك الندوة إيماناً منه بأهمية دعم ومساندة كل الفعاليات والتدابير التي من شأنها مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية. ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتمنياته لكم بالتوفيق. السيدات والسادة الحضور، يشهد العالم في مثل هذا اليوم من كل عام احتفالات خاصة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وإنه لمن حسن الطالع وما يدعو لاستشراف مستقبل أفضل لأبناء وطننا أن تنطلق احتفالات دولة الكويت بهذا اليوم، وقد أصبح لدينا هيئة مستقلة قوية كاملة الصلاحيات والاختصاصات في مجال مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية. ليس بخاف على أحد منكم الأثر المدمر الذي يخلفه الفساد على كافة نواحي الحياة العامة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فالفساد هو الآفة التي تسري في أجساد الأمم فتقوض دعائم التنمية، وهو مثبط للهمم والطريق إلى مجتمع مفكك تحكمه المصالح الفردية والأهواء الشخصية. ولقد وعيت القيادة السياسية لتلك المخاطر وأدركت ضرورة وجود هيئة عامة تعمل على دعم النزاهة والشفافية.
تلبية لطموحات أبناء الكويت واستجابة للالتزامات الدولية المترتبة على دولة الكويت بمناسبة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فكان صدور المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي أعطى للهيئة استقلالية تامة ومنحها مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها حسن قيامها بالدور المأمول منها. كما لم تكتفي القيادة السياسية بإصدار مرسوم إنشاء الهيئة، بل وجهت بتوفير كل الدعم لتمكين هذه الهيئة من النهوض باختصاصاتها بالسرعة الممكنة. وفي هذا المقام أستذكر معكم ما خص به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال النطق السامي الذي تفضل في افتتاح دور الانعقاد العالي للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة الكويتي. سيدات والسادة الحضور، إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد لن تقوى بمفردها مهما أوتيت من صلاحيات واختصاصات على الوفاء بكافة متطلبات مكافحة الفساد ودعم الشفافية والنزاهة، إذ إن مكافحة الفساد تستلزم تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني وسائر المواطنين. ولعل موضوع ندوة اليوم وتنظيمها بالتعاون بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجمعية الشفافية الكويتية تحت رعاية رأس الدولة والحكم بين سلطاتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد ليعد دليلاً على الوعي الكامل بأهمية تضافر تلك الجهود واتحادها لبلوغ الهدف المأمول. وأخيراً أقول للسادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إن المسؤولية على عاتقكم كبيرة، إذ إن أبناء الشعب الكويتي بكل انتماءاته وأطيافه يتطلعون لأن تقف الهيئة حارساً على حماية دعائم الدولة من الفساد وآثاره الفتاكة، وأن تضرب بيد القانون القوية الثابتة على يد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات ومصالح هذا البلد الطيب، وهو ما يستلزم منكم إسراع الخطى نحو إنجاز الأعمال والإجراءات التأسيسية التي تدخل عمل الهيئة حيز التنفيذ. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه للقائمين على تنظيم تلك الندوة ولجميع السادة الحضور بجزيل الشكر، داعيا الله العلي القدير أن يديم على وطننا الكويت نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظه من الفتن ظاهرها وباطنها في ظل الحكم الرشيد لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، معالي وزير المواصلات السيد عيسى الكندري. أما الكلمة الآن فهي لرئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن نمش النمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفاضل المهندس عيسى الكندري وزير المواصلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. السيدات والسادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني وأنا في هذا المقام أن أوجه خالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على تفضله بشمول هذه الندوة برعايته الكريمة. والشكر موصول إلى الأخ الفاضل المهندس عيسى الكندري وزير المواصلات، والذي تشرف الندوة بحضوره. ونشكر جمعية الشفافية الكويتية على مساهمتها في الإعداد لهذه الندوة وكل من ساهم في فعالياتها، وكذلك السادة المشاركين والحضور. وإننا إذ نلتقي اليوم في مناسبة هامة، وهي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر
والذي أقرته الأمم المتحدة كيوم يذكر بخطورة الفساد على وضع العالم وحياة الشعوب. إن عنوان ندوتنا اليوم هو مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، وذلك انطلاقاً من الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد 14 لمجلس الأمة، والذي حث فيه أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بمؤازرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد حتى تقوم بإنجاز الهدف الذي أنشئت من أجله، ألا وهو أن تصبح الكويت بلد بلا فساد. فالفساد بكل أشكاله وأنواعه يمثل ظاهرة غير مرغوب فيها لأي أمة، فهو يتجاوز بآثاره السلبية دوائر الإفساد المالي إلى تدمير التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد ينتشر فيه. وأي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسة الفساد ما لم يتكاتف الجميع على محاربته، بدءاً من تحصين المجتمع بالنظم والقوانين والقيم الدينية والأخلاقية، وتعاون جميع أفراد المجتمع في محاربته والإبلاغ عن مرتكبيه لكي تتم محاصرته وتجفيف منابعه وعدم استفحاله ووصوله إلى مراحل متقدمة يصعب تدارك آثارها. الأخوة والأخوات، إن بلدان العالم عندما استشعرت ما للفساد من خطورة أبرمت اتفاقية الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2003 لمكافحة الفساد، وقد اتجهت الإرادة السياسية في البلاد إلى اتخاذ خطوة كبرى في سبيل مشاركة العالم في هذا الهدف السامي، فصدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأصبحت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الواجب تطبيقها في الكويت. ثم صدر المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وكلكم يعلم أنه قد صدر المرسوم رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وكان ذلك في 16/6/2013، أي منذ حوالي 6 أشهر تقريباً. ومنذ ذلك الوقت كان أمام مجلس الأمناء تحديات مباشرة، منها إدارية وأخرى مالية، أهمها إعداد ميزانية الهيئة وتوفير جهاز إداري ومالي مؤقت لتسيير مهامها. فبادر الأعضاء بإعداد ميزانية مؤقتة وإقرارها وانتداب الموظفين اللازمين لتيسير عملها، ووضع المجلس استراتيجية لتفعيل قانون إنشاء الهيئة، وتم الاتفاق على تكوين 6 فرق اختص الفريق الأول منها بعمل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، وذلك بالاستعانة بعدد من رجال القضاء من ذوي الخبرة، وقد أوشك عملهم على الانتهاء وقاموا بوضع آلية لتقديم إقرار الذمة المالية وفحصها، وآلية لكيفية الإبلاغ عن جرائم الفساد والتحقيق فيها والتحري عنها وحماية المبلغين، وكذلك كيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره، وإرساء الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، وكذلك تفعيل دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. وأما الفريق الثاني الذي يعد الهيكل التنظيمي للهيئة من الناحية الفنية والإدارية والمالية، وكلكم يعلم أن الهيكل التنظيمي لأي هيئة هو بنائها الحقيقي الذي ستمارس من خلاله مهمتها المنوطة بها. وفي هذا المجال استعانت الهيئة بذوي الخبرة من ديوان الخدمة المدنية والإدارة المركزية للإحصاء وديوان المحاسبة وغير ذلك من الجهات الحكومية المعنية، وقد قطع هذا الفريق أيضاً شوطاً كبيراً في المهمة المسندة إليه، وقد أنهى هذا الفريق مسودة دليل سياسات وقواعد ونظم إجراءات شؤون الموظفين، وكذلك مدونة السلوك الوظيفي للعاملين في الهيئة. وأما الفريق الثالث وهو الفريق المعني باختيار مقر الهيئة ووضع عطر للهوية المؤسسية لها، ومهمة هذا الفريق هي اختيار المقر الدائم والمؤقت للهيئة بما يضمن احتياجاتها
الوظيفية والضوابط التي اشترطها قانون إنشاء الهيئة والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وقد قام هذا الفريق بالعديد من الزيارات الميدانية التي يمكن أن تصلح كمقر مؤقت للهيئة، كما قام بمخاطبة البلدية لتخصيص أرض كمقر دائم للهيئة، وتم بحمد الله تخصيص أرض بمساحة 3000 متر مربع في منطقة الشرق. أما المقر المؤقت فلم يتم تخصيصه حتى الآن، ونتواصل مع الأخ الفاضل وزير التربية والتعليم العالي لتخصيص إحدى المدارس المناسبة لعمل الهيئة. أيها الحضور الكريم، كلنا يعلم ما للتعاون الدولي في مكافحة الفساد من أهمية في تحسين سمعة الكويت محلياً ودولياً، ومن هنا كان تشكيل الفريق الرابع، وهو الفريق المعني بوضع أطر وآليات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وقد قام الفريق بالاستعانة بمن كانوا مسؤولين عن هذا الملف من النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية والمعتمدين لدى الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيرهم من الخبرات في هذا المجال، وكذلك مشاركة الهيئة بوفد رسمي لحضور الاجتماع الرابع للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالفساد بفيينا في أغسطس 2013، وكذلك حضور اجتماع الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة في نوفمبر 2013 بدولة بنما. كما شكل الفريق الخامس لوضع استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واقتراح الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، واستعان بالخبرات الاستشارية التي تقدمها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومكتب الإنماء العربي التابع للأمم المتحدة UNDP. وشكل أيضا الفريق السادس المختص بوضع البنية الأساسية للجانب التكنولوجي للهيئة وتحديد وحصر الاحتياجات البشرية والفنية والمادية لإنشاء شبكة الحاسب الآلي لها، وإجراء التنسيق اللازم لربط الهيئة آلياً مع كل الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة. أيها الأخوة والأخوات، إن الكثير يتساءل عن وقت تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، ونود أن نوضح الآتي: إن اللائحة التنفيذية على وشك الانتهاء، وقد أنجزنا ما يقارب 80% منها، ولكن للأسف قد نتأخر في إصدارها بعض الوقت. ذلك أن هذه اللائحة هي الوسيلة والأداة التشريعية التي من خلالها تفعل كافة أحكام المرسوم بقانون إنشاء الهيئة، من تقديم إقرار الذمة المالية وما يترتب على التأخير عن تقديمها من إجراءات جزائية، وكذلك الإبلاغ عن وقائع الفساد. وهذا الأمر يتطلب بالضرورة توفير مقر ملائم لعمل الهيئة، ويضمن سرية إقرارات الذمة المالية وحفظ ملفاتها وسرية وحماية المبلغين. كذلك يتطلب تعيين موظفين على قدر من الخبرة والكفاءة والنزاهة، والعمل على تدريبهم وإعدادهم لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى توفير جهاز آلي متكامل لتيسير أمور الهيئة، وهو ما لم يتم توفيره حتى الآن، ونحن على اتصال دائم مع المسؤولين بالدولة لتسهيل وتوفير تلك المتطلبات. وفي الختام، أتمنى أن ننتهي من كافة الأمور التي تعيننا على أداء عملنا، وأن نبدأ بمسيرتنا في مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون والتضافر مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكافة منظمات المجتمع المدني، ونحن ونحقق بذلك هدف كل كويتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة، ألا وهو كويت بلا فساد. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن نمش النمش. والكلمة الآن للمنسق والممثل المقيم للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد الدكتور مبشر رياض شيخ. Excellency Mr. Isa Al-Kandari,
the representative of His Highness the Mir Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, the Minister of Transportation, Excellency Abdurrahman Al Namesh, Chairman of the Kuwait Anti-Corruption Authority, the esteemed board members of the Kuwait Anti-Corruption Authority, the distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, Sabah Al Khair. It's my pleasure to join all of you on this auspicious occasion to celebrate the International Anti-Corruption Day. To begin with, I would really like to express my sincere thanks to the Kuwait Anti-Corruption Authority and Kuwait Transparency Agency for the leadership in organizing this important event. It is my responsibility, it is my humble duty to share with you the message of the Secretary General of United Nations, Mr. Ban Ki-moon, which has been issued today on this occasion. And I will read now the message of Mr. Ban Ki-moon. Corruption suppresses economic growth by driving up costs and undermines the sustainable management of the environment and natural resources. It breaches fundamental human rights, exacerbates poverty, and increases inequality by diverting funds from healthcare, education, and other essential services. The malignant effects of corruption are felt by billions of people everywhere. It is driven by and results in criminal activity, malfunctioning state institutions, and weak governance. Good governance is critical for sustainable development and vital in combating organized crime. Every link in trafficking chain is vulnerable to corruption, from the bribes paid to corrupt officials by dealers in arms and drugs to the fraudulent permits and licenses used to facilitate the illicit trade in natural resources. Corruption is also rife in the world of sports and business and in public procurement processes. In the last decade, the private sector has increasingly recognized its role in fighting corruption. A call to action by the United Nations Global Compact and partners in mobilizing businesses and governments to engage in transparent procurement. Guidelines are also being developed to help business fight corruption in sports sponsorship and hospitality. The UN is strongly committed to fulfilling its own obligations. Operating in some of the world's most unstable environments, the UN faces multifaceted corruption risks that can undermine our efforts to advance development, peace, and human rights. We have developed a robust system of internal controls and continue to remain vigilant and work hard to set an example of integrity. Corruption is a barrier to achieving the Millennium Development Goals and needs to be taken into account in defining and implementing a robust post-2015 development agenda. The UN Convention Against Corruption, adopted 10 years ago, is the paramount global framework for preventing and combating corruption. Full implementation depends crucially on effective prevention, law enforcement, international cooperation, and asset recovery. On this International Anti-Corruption Day, I urge governments, the private sector, and the civil society to take a collective stand against this complex social, political, and economic disease that affects all countries. To achieve an equitable, inclusive, and more prosperous future for all, we must foster a culture of integrity, transparency, accountability, and good governance. This is the end of the message from Mr. Ban Ki-moon. Once again, I really appreciate and thank the Kuwait Anti-Corruption Authority and the Transparency Agency and all of you for being here, for taking this initiative. And I wish you a wonderful and very prosperous day. Thank you very much for giving us this opportunity. نعتذر لحضورنا الكريم بسبب هذا الخلل الفني والتي أتى قبل أن يتفضل الدكتور مبشر رياض شيخ. شكرا للمنسق والممثل المقيم للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد الدكتور مبشر رياض شيخ.
حضورنا الكريم، وقبل بدء فعاليات هذه الندوة وقبل الختام، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وبلدنا الكويت وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك تنويه أخواني الحضور الكريم، بعد قليل من الآن أو بعد ثواني سوف يكون هناك معرض للكركتير مصاحب لهذه الندوة، فأخوانكم وأخواتكم المقيمين على هذه الندوة يدعون الحضور الكريم لافتتاح هذا المعرض. وبعد الافتتاح سيكون هناك استراحة ما يقارب ربع ساعة، بعدها إن شاء الله راح تبدأ الندوة والتي سيكون المشاركون فيها رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار رياض حمد الهاجري، وكذلك رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة السيد مبارك سالم الحريص، ورئيس جمعية الشفافية الكويتية السيد صلاح محمد الغزالي، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي السيد مناف عبد العزيز الهاجري. والآن يدعوكم أخوانكم وأخواتكم لافتتاح المعرض الكركتير المصاحب لهذه الندوة. الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في ندوة مكافحة الفساد، مسؤولية مشتركة. والآن نكمل البرنامج بالندوة بعنوان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، والآن نكمل برنامج حفلنا الكريم بالحوار التي تديره الأستاذة الدكتورة سهام الفريح بمشاركة من نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأستاذ المستشار رياض الهاجري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة السيد مبارك الحريص، رئيس جمعية الشفافية الكويتية السيد صلاح الغزالي، السيد مناف عبد العزيز الهاجري ممثلاً عن القطاع الخاص. فتتفضل الأستاذة الدكتورة بإدارة الندوة والحوار بين المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم. نحن سعداء اليوم نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد مع إنشاء هذه الهيئة المتميزة التي نعقد عليها كل الآمال، لكن لتتسع الصدور قد يذهب البعض إلى القول بأن الفساد ظاهرة عالمية لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات حتى المتقدمة منها. هي ليست بظاهرة تختص بها الكويت وحدها. نقول نعم، ونضيف إنها ظاهرة لا يحدها زمان أو مكان، لكنها تتفاوت في استشرائها من مجتمع إلى آخر. السؤال الذي يطرح: كيف هي في حدتها وفي قوة تأثيرها في إحداث الإخلال بالمجتمع سياسياً اقتصادياً اجتماعياً؟ الكويت ومنذ ما يقارب 20 سنة الماضية حتى اليوم تعاني من تفشي الفساد في جميع مؤسساتها دون استثناء، حتى وصلت بسببها إلى أدنى مستوياتها في مكافحة الفساد بين دول العالم، فجاء ترتيبها في المستوى 69 وهي متأخرة عما كانت عليه في سنين مضت. ففي كل يوم نصدم بقضية فساد في مؤسسة ما، ولعل أكثر وأبرز هذه القضايا هي في التعدي على المال العام، وقد تجاوز هذا التعدي في الأونئة الأخيرة من ملايين الدنانير إلى المليارات. وأمام أي قضية يتم تبادل التهم بين الأفراد والجماعات بشكل جريء ووقح حتى تضيع بينها الحقيقة ويضيع معها الحق، فيذهب في غياهب الباطل، وفي خضم هذا الباطل تطال سمعة المحسن وهو الأمين،
وترتفع سمعة الفاسد وهو دنيء، حتى تنتهي كل قضية من قضايا الفساد في نفق مظلم من الإيهام والإبهام، وكأن كل قضية منها فاعلها مجهول. في الوقت الذي يعلم فيه الرأي العام تمام العلم أن الجريمة موجودة، لكن أين المجرم أو المجرمين؟ وكأن الفاعل شبح أو مخلوقات جاءونا من كوكب آخر، فعلوا فعلتهم ثم غادرونا بمركباتهم الخيالية إلى كواكب أخرى. والملفت أنه كلما استشرى الفساد وزادت حدته في مجتمعنا، كلما زاد وعي الناس بقضايا متنوعة، وكأن الأمر معادلة طردية كشفتها لنا في لجنة كتاب ضد الفساد تلك الكتابات التي رصدناها في الصحف المحلية والتي ترتقي كما وكيفا عاما بعد عام، حيث تأتي المعالجة في كتاباتهم بدقة وموضوعية بعيد كل البعد عن الهوى والنزعات. فبهذا نستدل على أن المواطن الكويتي لم يكن سلبياً أمام هذه الظاهرة التي تفتك بجسد مجتمعه، بل كان واعياً بكل ما يجري حوله. فالحقيقة إذن هي غير ما يعتقده ذو الشأن، وهي أن المواطنين العاديين يعلمون تمام العلم من هم الفاسدون والمرتشون والخارجون على القوانين. وإن كان هؤلاء أي المواطنون لا حول لهم ولا قوة إلا تجرع الغيظ والقهر، ألما على ما آلت إليه كويتهم الجميلة درة الخليج، لكنهم ينتظرون الأمل عند كل دورة حكومية يصدر خلالها الإعلان والتصريح بالعمل على محاربة الفساد والتصدي له أينما كان، وحماية المال العام والحد من استغلال النفوذ في الوظائف العامة، لكن ينتهي بهم الأمر إلى أن هذه التصريحات لم تكن إلا استهلاكاً يتجاوزه التنفيذ في اتخاذ العقوبات الزجرية تجاه المفسدين والمتلاعبين بالمال العام ومستغلي الوظائف العامة. وفي هذه الحالة يغيب عن أذهان ذوي الشأن أمر، وهو أن من أحق حقوق المواطنين هو الحصول على المعلومة الصحيحة في كل ما يجري في قضايا الشأن العام، وهي الحقوق التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت الكويت على جميعها. لذا فعلى الدولة أن تمنح المواطن هذا الحق دون نقصان، وأن لا تترك أفراد المجتمع في حيرة من أمرهم، عاجزين عن التمييز بين الحق والباطل الذي يؤدي بهم إلى أن يأخذوا المحسن بجهالة وهم لا يعلمون، وأن في عدم الكشف عن الحقائق تكون الدولة عن دون قصد قد ساعدت المفسدين ومدتهم بدرجة عالية من الصلافة، لنرى المفسد منهم متبجحا يندد في بالفساد في أكبر المحافل بكل جرأة ووقاحة. فكأنهم يستغلون هذا الموقف من الدولة كي تبقى الصورة مبهمة ومضطربة في ذهنية المجتمع. لذا فإن إنشاء هذه الهيئة لمكافحة الفساد يعد خطوة متميزة على طريق الإصلاح السياسي والمالي، وهو إصلاح في كل شيء، ويعد أيضا انطلاقة جادة للكويت هي بأمس الحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولا نريد أن نبالغ في أمانينا لنصل بمجتمعنا إلى مصاف الدول المتقدمة في تصديها للفساد كالدنمارك ونيوزيلندا مثلا، اللتان حازتا على 91 نقطة، وفنلندا والسويد اللتان حازتا على 89 نقطة. ويكفينا فخرا أن نكون في مصاف دولنا الخليجية كالإمارات التي حازت على الدرجة الأولى على مستوى الدول العربية لسنوات مضت، وكذلك قطر التي جاء ترتيبها الثاني على مستوى الدول العربية. فالأمل معقود بهذه الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأن تمنح صلاحياتها باستقلال تام، وأن تنفذ البنود التي جاءت بها مذكرتها التفصيلية مذكرتها التفصيلية، مثل من أهم الأمور
تنفيذ العقوبات تجاه المفسدين والكشف عن أسمائهم كي يكونوا عبرة لمن اعتبر، وكذلك حماية المبلغ من الأذى والانتقام. هذا ما لدي، أرجو أني لم أطل. الآن يتفضل الأخوان المشاركون في هذه الندوة، أولهم المستشار رياض حمود الهاجري ليمدنا بالمزيد بعد أن سمعنا من المستشار رئيس الهيئة الأستاذ النمش، يمدنا بمعلومات